عبد الرحيم حوزال مترجم وشاعر وباحث في علوم الترجمة وفي التاريخ، حاصل على الدكتوراه في علوم الترجمة سنة 2004. اشتغلت بالتعليم الجامعي مدة 14 سنة بكل من كلية آداب الرباط وكلية آداب عين الشق وكلية آداب مراكش. أزاول في الوقت الحاضر عمل الترجمة بوقت كامل، وأتفرغ لنقل المترجمات الأجنبية خاصة المكتوبة في تاريخ المغرب إلى العربية. أشرف كذلك بتولي إدارة مجلة تاريخ المغرب التي نهيئ لإصدار عدديها 10 و11 خلال الأيام القليلة القابلة. هل الترجمة اختيار؟ بالنسبة لي منذ وعيت بالترجمة وأنا أعيها على أنها ابتلاء ولم تكن اختيارا في أي وقت من الأوقات، فمنذ وعيت الكتابة وأنا أنقل شيئا إلى آخر، بمعنى أنني أترجم شيئا إلى آخر، وليس بالضرورة أن يكون الانتقال وتكون عملية الانتقال من لغة إلى أخرى مختلفة عنها، وإنما قد تقع الترجمة أيضا في صلب اللغة الواحدة، ولذلك سموها لا تخادكسيون انترالينغويستيك، أي أن ننقل نصا بصيغة إلى صيغة أخرى مختلفة، فنحافظ فيه على ما نقدر على المحافظة عليه، ونسقط منه أو يسقط منه رغما عنا ما لا نقدر على نقله، وهذا هو صلب العملية الترجمية في كل أشكال النصوص وفي كل أنواع اللغات. كانت مسؤولية المترجم تجاه مجتمعه في مختلف العصور مسؤولية أو مسؤوليات جمة وجسيمة. بوشكين في روسيا قال: إن المترجمين هم الخيول التي تنتقل الأمم عليها فيما بينها، أو يتم انتقال الأمم فيما بينها على ظهر هذه الخيول التي هي تقوم عنده أو تقوم بمهمة أو بوظيفة الترجمة. فمسؤولية المترجم متعددة، وهي أن ينقل ثقافة مختلفة إلى ثقافته الأم، وأن ينقل لا أقول اللغة وإنما ينقل كيف تفكر اللغة وكيف تشتغل اللغة الأجنبية، ويدخل ذلك في لغته الأم من أجل، وهذا حادث في اللغة العربية على سبيل التمثيل، من أجل أن تصير طرائق اللغة المنقول إليها طرائق متجددة تغتني بما يرفدها من أساليب وطرائق في التعبير تستقيها من اللغات الأجنبية، ناهيك بطبيعة الحال عن المهمة الأساس التي يقوم بها المترجم في وقام بها في مختلف العصور
وهي التقريب بين الأمم وإحداث ما يمكن أن نسميه تلاقحا بين الحضارات من خلال نقل النصوص الأساسية والبانية في هذه الحضارات لطرح الأسئلة الوجودية التي كانت تقوم عليها الحضارة المنقول منها إلى الحضارة المنقول إليها، وهذا نرى نتائجه في الصور التي أصبحت تكاد تكون على نمط يكاد يكون واحداً بين عوالم المعمور، فالترجمة هي التي أحدثت هذا التقارب بين مكونات العالم الذي نعرف. النصوص عامة لا تخلو من نواقص ولا تخلو من نقائص. لماذا؟ لأنها منتجات بشرية، فبالتالي لا بد أن تعتبرها الأخطاء، ولا بد أن تعتبرها الهينات، ولا بد أن تعتبرها الغلطات. والنص الذي يريد المترجم بعملية النقل لا بد أن يتنبه فيه من جملة ما يتنبه فيه إلى عنصر الغلط يلحق النص الأصلي. المترجم غير العارف بعملية الترجمة يبقي على النص كما هو وينقله إلى لغته الأم بحذافيره، وينقل معه بطبيعة الحال أخطاءه، وينقل هناته، وينقل غلطاته. وهذا نلمسه في أنواع كثيرة من النصوص، ولكن بحكم تجربتي الخاصة في نقل المترجمات أو نقل الأعمال التي أنشأها كتاب أجانب في تاريخ المغرب خاصة، ألاحظ أن بعض المشتغلين بهذا النوع من النصوص يقترفون الأمهات الغلطات بعدم تمحيصهم لما ينقلون وبإبقائهم على النص في حالته الأصلية بدعوى تصور خاطئ لمسألة الأمانة في النقل. والحال أن الكاتب الأجنبي عندما يريد بكتابته مجتمعا من المجتمعات فلا بد أن يلحق كتاباته حول هذا المجتمع نوع من الغلط، إما في نقل أسماء الأعلام أو الأماكن أو العادات. وبالتالي عندما يروم المترجم نقل هذه الأعمال إلى لغته الأم تقع عليه مسؤولية تمحيص هذه النصوص وغربلتها وتصحيح ما يعتبرها من أغلاط، فبدون ذلك سيديم المترجم أغلاط المؤلف. وإذا كان المؤلف يتجاوز عنه نسبيا فيما يقترف من أغلاط لأنه هو بطبيعته أجنبي عن اللغة وعن الثقافة التي يكتب فيهما، فإن هذه الأخطاء تكون من المترجم في الحقيقة أشياء لا يمكن تبريرها ولا يمكن التجاوز عنها. من المصاعب التي يواجهها المترجم فيما ينقل من نصوص أنه يجد بعض هذه النصوص تحمل إليه كإنسان وتحمل لثقافته ولغته وكيانه مجموعة من الأحكام التي لا يوافق عليها، ومجموعة من الأغلاط الفادحة التي تضعه أمام امتحان النقل وأمام امتحان الترجمة. يا ترى
هل يتناول تلك النصوص بالتشديد والتنقيح والحذف والاجتزاء والقص، أم يبقي عليها كما هي في أصلها؟ عملية الترجمة تقتضي من حيث كونها علما أن المترجم يحافظ على النص كما هو في أصله، مع إمكانية أن يتناوله بالتعليقات وبالحواشي، وأن يبدي في تلك التعليقات وفي تلك الحواشي من الآراء ما يخالف به المؤلف وما يخالف به ما يجيء في بطن النصوص، مصداقاً للقاعدة الصحافية المأثورة: الخبر مقدس والتعليق حر. فحق القارئ على المترجم أن ينقل إليه النصوص كما هي في أصلها، وأن لا ينتقص منها شيئاً بدعوى مخالفته لأفكاره أو معتقداته أو دينه أو ما إلى ذلك، وأن له هامشاً كبيراً في الإحالات التي يقفي بها على النص ليبدي ما يختلف فيه مع المؤلف. للأسف هذا لا يتحقق في الكثير من المترجمات، ونرى أن المترجم يتدخل تدخلات غير مبررة، فيقتص من النص ويجتزئ منه ويشوهه أنواعا من التشويهات من أجل أن يدخله الثقافة التي يعتقد هو أنها تتحمله أو اللغة التي تتحمله. وهذا بالفعل وقع حتى في البلاد الأوروبية في القرن 16 وفي القرن 17 مثلا، كان المترجمون يخضعون النصوص للغة الصالونات، بحيث أن هذه اللغة لا ينبغي أن تكون خادشة لهذه اللغة التي يتداولون في صالوناتهم، وبالتالي كانوا يغربلون أو يخضعون منقولاتهم لنوع من الغربلة من أجل أن توافق لغتهم وتوافق نقاء هذه اللغة. إلا أن هذه الطرائق في الترجمة ظهر بعد ذلك بطلانها، وأن الترجمة هي رفد للغة المنقول إليها ورفد للثقافة المنقول إليها بمكونات الثقافة واللغة المنقول منهما في أصلهما وبحذافيرهما وبأساليبهما التعبيرية، لأن هذا كله يكون فيه بعد ذلك إطراء وإغناء للغة والثقافة المنقول إليهما. عملية الترجمة تقوم على مجموعة من المراحل، وهذه المراحل تحضر في جميع ما نترجم وفي جميع أنواع النصوص التي نشتغل عليها لنقلها من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى. وبطبيعة الحال أولى هذه المراحل أو الخطوات هي المعرفة تتحقق للمترجم باللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، وهي طبعا معرفة تتباين بين اللغتين، فشرط المترجم أن يكون عارفا باللغة التي ينقل منها، ولكن أن يكون متمرسا وضليعا في اللغة التي ينقل إليها. وبطبيعة الحال لا بد للمترجم أن يكون عارفا بالأدوات الترجمية، وهذه للأسف تغيب عند معظم مترجمين العرب، لأن معرفتهم للأسف تقتصر على اللغة ولا تتجاوزها إلى الآليات التي تتحكم في عملية الترجمة. أيضا من الخطوات التي تمر بها عملية الترجمة
لزوما أن يكون القائم بعمل الترجمة عارفا بالمجال الذي ينقل منه وإليه. فالذي ينقل في مجال التاريخ لا بد أن يكون عارفا بالمجال الذي ينقل منه. وطبعا هذه يسمونها في علم الترجمة يسمونها بالمعارف الموسوعية أو لسافوار أنسيكلوبيديك، وأيضا يسمونها لسافوار إكسترا لينغويستيك، أي أنها معارف ليست لغوية وإنما معارف يستقيها المترجم من الوسط المؤطر للنص. لا بد أن يكون المترجم على بينة من هذا الشرط من أجل أن ينجح في عملية النقل الترجمي. كتاب تاريخ الدار البيضاء من النشأة إلى سنة 1914 لمؤلفه أندري آدام، جاءت ترجمته متزامنة وترجمة عمل آخر يساوقه ويلتقي معه في موضوعه، وهو مغامرات المغربية لمؤلفه كريستيان ويل، وذلك أن الكتابين يلتقيان حول مدينة الدار البيضاء ويتناولان هذه المدينة في نشأتها ولا سيما المدينة العصرية. كتاب أندري آدام ينفرد ويتميز، وهذه خصوصيته، في أنه كتاب بحث به صاحبه في تاريخ هذه المدينة التي يعتقد الناس عامة أنها ليس لها تاريخ وأنها مدينة اقتصادية حديثة النشأة. فبالتالي أن يبحث أندري آدام عن تاريخ هذه المدينة فهذا في حد ذاته يثير ابتداء جملة من الأسئلة. فالكتاب كان في أصله مقدمة قدم بها المؤلف لأطروحته حول الدار البيضاء والتغيرات الطارئة عليها من ناحية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التقائها مع الغرب، إلا أن هذه المقدمة استطالت بالمؤلف بحيث وجد أن ما بين يديه يتجاوز نطاق أن يكون مجرد مقدمة لكتاب، فلذلك أفرد تلك المقدمة بهذا الكتاب وأسماه تاريخ الدار البيضاء. خصوصية هذا الكتاب بالإضافة إلى البحث الذي تكلفه أندري آدام للتنقيب عن جذور المدينة التاريخية أن المؤلف حاول أن يعيد ترسم المدينة مدينة أنفا والبحث في مكوناتها البشرية والبحث في الأدوار التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي اضطلعت بها مدينة أنفا ومدينة الدار البيضاء بعد ذلك. الكتاب يتألف من 6 فصول حاول أندري آدام من خلالها أن يحيطنا بإنسان أنفا القديم من خلال ما تخلف عنه من صنائع ومن خلال ما وقف عليه المنقبون من آثار، وكذلك نظر في الحروب التي تعرض لها إنسان هذه المدينة متمثلا في البرغواطيين والحروب التي وقعت عليهم من الدول المغربية في ذلك الإبان ولا سيما من المرابطين والموحدين، وكذلك الحضور العلمي الذي شار لمدينة أنفا على عهد الدولة العلوية، وبعد ذلك التدمير الذي وقع لها من طرف البرتغاليين بجريرة اشتغال أهاليها بالقرصنة البحرية، والإحياء الذي تحقق للمدينة
على يد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، وكذلك المصاعب التي تعرضت لها المدينة على عهد خلفه المولى اليزيد، وأيضا في فترة المولى سليمان، والانفتاح الذي وقع لها على عهد السلطان المولى عبد الرحمن، ثم ميلاد مدينة الدار البيضاء في فترة المولى عبد الرحمن الذي يعتبرها جون لوي ميج أنها كانت ميلاد هذه المدينة، وأيضا عرض لمدينة الدار البيضاء خلال القرن التاسع عشر، والمأساة التي وقعت لها في سنة 1907 بهجوم البوارج الأجنبية عليها، وهي المأساة التي كانت للمفارقة إيداناً بميلاد الدار البيضاء الحديثة التي نعرف اليوم. في الحقيقة لا تحضرني ترجمة يمكن أن تعتبر أم الترجمات أو من أمهات الترجمات في تاريخ المغرب وتاريخ الدار البيضاء خاصة. هذا لا يعني أنه لم ينجز في تاريخ المغرب عامة ترجمات تستحق التنويه وتستحق أن يعود إليها القارئ في كل وقت. ربما يمكن أن أنوهها هنا خاصة إلى بعض الترجمات التي أنجزت في بعض المدن المغربية، خاصة مدينة مراكش، فقد أنجز فيها أو أنجزت فيها ترجمة مهمة جدا رغم الأخطاء الكثيرة التي اعتورتها، وهي التي همت كتابة غاستون دو فيردان مراكش دي زوريجين 1912. هذا من أهم، إن لم يكن في الحقيقة أهم كتاب وضع في تاريخ مدينة مراكش، وأيضا كان بصورة من الصور تاريخا موجزا للمغرب. بالنسبة للدار البيضاء أعتقد أن كل كتابات التي وضعت حول مدينة الدار البيضاء لا تزال لم تعرف حظها من الترجمة. أزعم أن كتاب أندري آدم هذا الذي قمت بترجمته تاريخ الدار البيضاء يمكن أن يدخل نوع دخول في هذا الصنف من الترجمات. من الكتب التي أرشحها لأن تكون أم الترجمات في تاريخ المغرب هو كتاب جون لوي ميج لو ماروك اي لوروب، فهذا كتاب يعتبر أيضا ضمنيا تاريخا موسعا للدار البيضاء، لأنها كانت المدينة الاقتصادية التجارية منذ نشأتها، وكيف لا وقد اتصلت منذ نشأتها من خلال مرساها بمختلف القوى التجارية في ذلك الإبان وإلى يومنا هذا أيضا، وكان هذا المرصى هو الشريان النابض للمغرب قاطبة. فكتاب جون لوي ميج الواقع في 5 أجزاء لا يزال ينتظر من يترجمه، وحين يتحقق ذلك سيكون بحق هو أم المترجمات المغربية. الترجمة على عكس ما يعتقد الناس أنها تصرف المتعلمين عن اللغات الأجنبية. لماذا؟ لأنها توصل إليهم النصوص مترجمة. على عكس هذا الاعتقاد، الترجمة حافز ودافع للقارئ ليقبل على اللغات الأجنبية. أكبر مثال
يمكن أن نضربه في هذا الباب هو ما تقوم به كندا، وهي طبعا تحتل المقدمة وقصب السبق في إطار الدراسات الترجمية. فكندا تعتمد الترجمة منذ المستويات الابتدائية من أجل أن يتحقق للتلميذ الكندي الازدواجية التي هي شرط ليعيش في المجتمع الكندي الذي هو مجتمع مزدوج اللغة بطبيعته. فالترجمة تقربك من اللغة الأجنبية ولا تبعدك عنها، وتفتح أمامك نوافذ تلك اللغة من خلال لغتك الأم، لأنه الذي ينبغي أن ينتبه إليه القارئ هو أن اللغة، لغة الترجمة تأخذ من اللغة المنقول إليها طرائق في التعبير وأساليب في البيان، وعندما يطالع القارئ نصا مترجما فهو يطالع ضمنيا لغة أجنبية، وهذا مما يغريه بأن يطلع على هذه اللغة الأجنبية، لأنه يصير من خلال الترجمة قريبا جدا إليها وقريبا جدا إلى طرائق تفكير الناطقين بها. ولذلك الترجمة، أنا أهيب من هذا المنبر بالمسؤولين على قطاع التعليم في المغرب أن يأخذوها بعين الاعتبار منذ المستويات الابتدائية، منذ المستويات الابتدائية، من أجل أن يتحقق للتلميذ القدرة على الاقتراب من اللغات من خلال لغته الأم. مسألة الندم ليست مطروحة في الترجمة، وإن كانت في الحقيقة لا تخلو منها ترجمة من الترجمات. ولذلك قال أحدهم: إن الترجمات ينبغي أن تعاد على رأس كل 100 سنة، كأنها الدين، يعني تجدد. وبطبيعة الحال ما يصدر في المغرب وفي العالم العربي من ترجمات ينبغي في الحقيقة أن يعاد فيها النظر، وتعاد كتابتها في أقل من ذلك الزمن بكثير. إن هنالك ترجمات تلقى إلى الأسواق فتستحق وتتطلب أن تعاد منذ صدورها، لطبعا اعتبارات كثيرة جدا. بالنسبة لي ما قمت به من أعمال في مضمار الترجمة، وأزعم أنها على كثرة نسبية، فكثير من هذه المترجمات أفكر جديا وقد شرعت بالفعل في إعادة كتابتها، إعادة كتابة جزئية، من أجل أولا مراجعة الأخطاء التي يمكن أن أكون وقعت فيها، ومن أجل تجويد الأسلوب الذي قد أكون كتبتها به ويبدو لي أنه يستحق أو يتطلب أن نأخذه بنوع من التجويد والتحسين. من هذه المترجمات على سبيل التمثيل فأنا أشتغل حاليا على إعادة ترجمة كتاب بلح شومة لمؤلفته سمية نعمان قسوس. هذه الترجمة كنت قد أصدرتها بداية الألفية الثانية، بداية الألفية الثالثة عفوا، وتحتاج إلى أن أعيد كتابتها من جديد، وإلى أن أشبعها كذلك من حيث الإحالات، وأيضا أن أخذ فيها بعين الاعتبار المتغيرات التي وقعت في
المضمار النسوي والمضمار الحقوقي وتصورات المغاربة للمرأة، معطيات كثيرة جدا تتطلب في هذا النوع من المترجمات أن تؤخذ فيها بعين الاعتبار، بالإضافة أيضا إلى نصوص أخرى ترجمتها قبل ذلك وأرى أنها تحتاج إلى أن أعود عليها بالمراجعة والتجديد. المشاريع المستقبلية كثيرة ومتعددة، وأرجو من الله تعالى أن يقدرني على الوفاء ببعضها أو بجلها، وإلا فبأقلها. ومن جملة هذه المشاريع أشتغل في الوقت الحاضر ومنذ مدة في الحقيقة على مجموعة من الترجمات، أذكر منها كتاب جون لوي ميج الذي تحدثنا عنه قبل قليل، لو ماروك اي لوروب، وأيضا أشتغل أو أكاد أفرغ من ترجمة كتاب البنيات الاجتماعية في الأطلس الكبير لمؤلفه جاك بيرك، وأيضا في طور تنقيح ترجمة أخرى لجاك بيرك عن بني مسكين وهو مواثيق الرعي، ولدي أيضا ترجمات أخرى أشتغل على إتمامها، خاصة كتاب الشريفة الوزانية لمؤلفته إيميلي كين، وأيضا مغرب السلاطين لمؤلفه والتر هاريس، ومشاريع أخرى في هذا المضمار. وفي ميادين أخرى أيضا لدي كتاب وشيك الانتهاء من مراجعته، وقد كان أطروحتي لنيل الدكتوراه في سنة 2004، وهو اتجاهات معاصرة في نظريات الترجمة، ومعه أيضا كتاب المحكي الشعري الذي كان شق الترجمة من دبلوم الدراسات العليا الذي ناقشته سنة 99 و900 و1000، بالإضافة إلى مشاريع أخرى يضيق عن ذكرها المجال. الترجمة في تاريخ المغرب خاصة تتطلب في المقبل عليها شرائط عديدة، وذلك نظرا لما سبق أن ذكرنا في بداية هذا التسجيل من خصوصية هذه النوعية من النصوص، وذلك أنها نصوص أنشأها كتاب أجانب حول المغرب إنسانه واجتماعه وحضارته، وبطبيعة الحال فالكاتب الأجنبي لا بد أن تبذر منه بعض الهنات وبعض الغلطات في تعاطيه مع هذا النوع من النصوص. المترجم الذي يقبل على هذه النوعية من الكتابات لا بد أن يكون متسلحا بمعرفة بتاريخ المغرب تقدره على أن يستبين الغلط وأن تكون له القدرة على نقل هذه النصوص النقلة المتفاعلة معها غير المنفعل بها، بحيث ينقل هذه النصوص في الصورة التي تكون مصححة للأصل، طبعا في ما يعلق به المترجم عليه من إحالات ومن تعاليق وحواشية، وأن يكون بطبيعة الحال ممتلكا لعناصر النقل، وخاصة أن يكون قادرا على أن يأتي للغة
المؤلف بما يكافئها في اللغة التي ينقل إليها. بطبيعة الحال هؤلاء كتبوا في أزمنة تبعد عنا في أقل تقدير بقرن من الزمان، واللغة كانت في ذلك الوقت غير اللغة في هذا الوقت الذي ننقل فيه. وبطبيعة الحال ينبغي أن يسعى المترجم جهد الإمكان على أن تكون اللغة التي ينقل بها قريبة على قدر الإمكان من لغة الأصل. بطبيعة الحال هنالك شرائط كثيرة جدا تقع على المترجم، كالمعرفة بالمضمار، وأيضا هذه النوعية من النصوص تتطلب في المترجم أن ينتقل إلى الأماكن التي يترجم عنها، وأن يتصل ب، لا أقول أشخاص لأنهم ما عادوا من هذه الدنيا، ولكن أن يتصل بأحفادهم وأن يتصل بمعارفهم وأن ينقل عنهم وأن يستفسر منهم من أجل أن يستوفي مرسلة النص الأصلي وأن يقف على الحقيقة فيما ينقل. فترة الحجر الصحي كانت في الحقيقة نقمة في بطنها نعمة، فقد أتاحت لي شخصيا أن أتفرغ تفرغا كليا لأعيد النظر في أوراقي المبعثرة وأكمل بعض المشاريع التي ظلت منقوصة تنتظر أن يتم لها الإنجاز النهائي والتنقيح والإعداد للإصدار. وقد كانت في الحقيقة فترة بالنسبة لي شخصيا، وأعتقد أنها كانت كذلك بالنسبة لي كثير من المشتغلين بالكتابة ممن أعرف وممن اتصلت بهم خلال فترة الحجر، كانت فترتان غنية مثمرة حبول. فقد تمكنت خلالها من إنجاز مجموعة من المترجمات، سواء منها الجديدة أو التي كانت طي القمطر تنتظر أن أنتهي منها. طبعا لا نتمنى لهذا الحجر أن يطول، رغم هذه الفائدة التي كانت له يعني فيما يتمثل في الانطواء على المكتبة والتزام البيت لأكبر وقت ممكن. كانت كل هذه أشياء إيجابية، ولكننا نتمنى لهذا الحجر أن يزول وأن نعود لممارسة حياتنا الطبيعية، ولا سيما أن الحجر حرمني شخصيا من متعة ارتياد المكتبات، فبدون ارتياد المكتبات لا يمكن للباحث ولا يمكن للمترجم أن يحقق عمله على الوجه المطلوب. فالمكتبات طبيعة الحال عانت وعانى روادها الأمرين من هذا الحجر. حبي للمكتبات لو أردت أن أصوره لما استطعت في الحقيقة. وعندما قرأت ما كتب خورخي لويس بورخيس عن المكتبات، وقد كان ضريرا وكان قيما على مكتبة بوينس آيريس في الأرجنتين، قال إن الناس عندما يسمعون كلمة الفردوس يتخيلون جنانا تجري بأودية من حليب ومن عسل وجواري حسان وما إلى ذلك، وأنا عندما يذكر لي الفردوس أرى مكتبة كبيرة. ولا أبالغ إن قلت إن هذا هو شأني مع المكتبة،
فأنا منذ وعيت ومنذ كنت طفلا صغيرا حباني الله تعالى نعمة التعرف على المكتبة، وقد كانت في وقتنا ذلك كانت المكتبة حاضرة في المدرسة، وعندما يتغيب الأستاذ أو المعلم في المستوى الابتدائي كنا يذهب بنا إلى المكتبة لنقضي أو لخزانة المدرسة لنقضي وقت الغياب هذا، وأيضا كان لزاما علينا استعارة الكتب من هذه الخزائن سواء في المستوى الابتدائي أو في وخاصة المستوى الإعدادي، لأنه كانت لدينا ما يسمى بحصة لليكتيغ سويفي، وهذه كانت بطبيعة الحال لا نقدر عليها إلا بما نستعير من الخزائن. أيضا كانت بين قوسين كانت هنالك وظيفة جليلة كانت تقوم بها الخزانة، خزانة المدرسة، وهي أنه عندما يدخل التلاميذ إلى الأقسام تنفتح الخزانة على الحي فيرتادها أهالي الحي من غير المتمدرسين، فتؤدي أيضا وظيفة اجتماعية. هذه أمور للأسف كلها ذهبت أدراج الرياح، أو ربما تغيرت وأصبحت تقع بصور وأشكال شتى. فأؤمل للمدرسة أن تعود لتنهض بوظيفتها التثقيفية، وهذه الوظيفة لا تتحقق بطبيعة الحال إلا بوجود الخزانة وإلا بوجود المكتبة العمومية. إن كان لي من كلمة أخيرة أوجهها للمشاهدين، فأني آمل أن يكون في ما أدليت به في هذا الشريط ما يمتع ويفيد. مسألة الترجمة ممارسة وعملية شيقة وشائكة، وأتمنى على من يستمع ويشاهد هذا التشكيل أن أكون حفزته نوع تحفيز إلى أن يقبل على المترجمات المغربية والعربية والأجنبية أيضا، فهي في تصوري الخاص ستكون له حافزا كبيرا جدا على التعاطي مع اللغات الأجنبية ومع الثقافات الأجنبية. وما أحوجنا إلى ذلك ونحن قد أضحينا نعيش في عالم هو كالقرية أو أصغر من القرية. وشكرا لكم، وإلى فرصة قابلة إن شاء الله.